واحد، لماذا أطلقت وكالة ناسا اسم طالبة ثانوي مصرية على حزام كويكبات؟ في طالبة في الثانوية العامة المصرية دلوقتي بقت في الجامعة في هندسة قبرص، إنما هذه الطالبة اللي هي من دمياط وبعدين راحت ثانوية في القاهرة مدرسة متفوقات، قدرت تاخد جايزة كبيرة جدا، المركز الأول في العالم في مسابقة الهندسة والتكنولوجيا عملتها شركة انتل. بي بي سي بتقول إنه وكالة ناسا تكريما ليها أطلقت اسمها على حزام كويكبات تم اكتشاف هذه الكويكبات سنة 2000. بنتكلم على شيء مشرف جدا إن في طالبة مصرية، الطالبة اسمها ياسمين يحيى مصطفى، إن هي من دمياط ثم القاهرة وحاليا في الجامعة، وإن هي وهي في المدرسة الثانوي في القاهرة في المعمل أو المختبر بتاع المدرسة عملت شغلها العلمي فخدت مركز أول عالم، وإن بي بي سي بتقول إن وكالة ناسا أطلقت اسمها على حزام كويكبات. فبنتكلم على شيء مشرف جدا إنه بإمكانات معمل لمدرسة ثانوية تصل طالبة إلى هذا المستوى. إيه هو بالضبط الإنجاز اللي خدت عليه المركز الأول في هذه المسابقة العالمية؟ حرق قش الرز. بقالنا سنين من سنة 97 في السحابة السوداء اللي بقت صديقة لنا كل سنة من 97 وهي معانا، نتيجة إنه المزارعين بيحرقوا قش الرز، ده بيؤدي إلى هذه السحابة السوداء اللي عاملة مشاكل كبيرة جدا في البيئة ومشاكل بالنسبة لصحة المصريين. بقى دلوقتي تقريبا نص التلوث في مصر من قش الرز، 42%، النص تقريبا، يعني كل أشكال التلوث في مصر نص، والتلوث من قش الرز لوحده النص. هذه الطالبة عملت بقى مشروعها على إيه؟ إنه قش الرز ده وحتى حرقه بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى إنتاج وقود حيوي وإنتاج سماد وإنتاج طاقة كهرومائية، وإن درجة الحرارة اللي موجودة في اشتعال قش الرز تؤدي إلى هذا الإنتاج المهم، وده كان في إطار بحث ليها عن تنقية المياه. يبقى إذن قش الرز المحروق اللي بيؤدي ل 42% من تلوث مصر واللي موجود معانا من سنة 97، قدرت طالبة في الثانوية العامة إن هي تجد اختراع وإن هي تنشئ فكرة علمية يؤدي حرق قش الرز ده إلى هذا الإنتاج المهم للوقود الحيوي للسماد للطاقة الكهرومائية. لولا إن الشركة العالمية انتل اللي عاملة المسابقة وإن هي خدت رقم واحد في العالم، لولا إن بي بي سي اللي قالت إن وكالة ناسا أطلقت اسمها على حزام كويكبات ما كناش اتكلمنا في هذا الموضوع، لأن في كلام كتير جدا فارغ بيتقال على مخترعين مش مخترعين. نحن بنتكلم على إن المصدر بي بي سي وإنه المرجع ليها ناسا وإن الشركة العالمية انتل هي اللي كانت عاملة المسابقة اللي فازت فيها الطالبة المصرية بمركز الأول في العالم. المهم إن هذا الاختراع راحت به الطالبة طبقا لبي بي سي للحكومة المصرية، طبعا في تقدير وترحاب، إنما ما حصلش شيء في النهاية، راحت للقطاع الخاص لم يتم شيء إلى الآن. ده بينبهنا إنه في كتير من المخترعين الجادين، طبعا بتلاقي كتير جدا بيقولوا إن هم مخترعين وهم ولا اخترعوا ولا حاجة، كلام فارغ بيقولوه، إنما عملية تشويش على مخترعين حقيقيين. إنما في معايير علمية علشان أتأكد إن ده اختراع وإن ده يستحق براءة اختراع سواء بالمعايير المصرية أو المعايير الدولية. فإحنا لابد يكون في تفكير إن العقول المصرية اللي بتنتج هذا الإنتاج العظيم لازم نحول ده إلى اقتصاد، نحول ده إلى صناعة، مش فكرة عظيمة وشكرا بتكرمت الطالبة وبي بي سي اتكلمت وإنتل شكرت وناسا أطلقت اسمها وبس، إنما بالإضافة إن ده نموذج عظيم لطالبة مصرية، إنما الأهم إن كل حد عنده عقل إبداعي وابتكاري ويقدر يصل إلى أفكار بهذا المستوى، إزاي نخلي ده
إنتاج، إزاي نخلي ده صناعة، إزاي نخلي ده اقتصاد، مش إنه بس يكون عمل بنقول له شكرا، وإنما بيكون عمل يؤدي إلى ناتج حقيقي في الصناعة والاقتصاد في مصر.